رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد، فلا يخفى ما للصحابة من فضل كبير ومكانة ومنزلة عظيمة عند الله وعند رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما لهم من أثر بين في خدمة الإسلام، ولم لا وهم نقلة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الساعة المباركة صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عقبة بن عامر الجهني المصري، عقبة صحابي الجليل. وسبب إسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة فانتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وتلقوه وهم في كامل البهجة والشوق لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل أهل المدينة إلا وتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتشر الخبر كذلك بين أهل البادية حتى بلغ الخبر هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني. ما كان يعمل؟ ما هو عمله؟ ما هي وظيفته؟ فتأملوا حاله وحالته وكيف سيصير في مستقبله. فالإسلام يرفع أناسا قد ينظر إليهم أنهم صغارا في عملهم في حالهم، ولكن مع الإسلام يرتفعون قدر كبير. هذا الصحابي كان يرعى الغنم، كان مهمته وعمله هو رعي الغنم، وهو يقول عن نفسه أنه كنت في غنيمة لي أرعاها، فسمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة، قال فرفضتها ثم أتيته. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له بايعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ فمن أنت؟ قال أنا عقبة بن عامر الجهني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك بيعة عربية، تريد بيعة عربية أم بيعة هجرة؟ فقال بيعة هجرة. بيعة هجرة بمعنى التنقل وملازمة والتضحية بالمال والنفس، أم بيعة عربية أن تجلس في بيتك وتهتم بشؤونك وشغلك؟ فقال لا، بيعة هجرة، وهاجر وضحي بنفسي ومالي من أجلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه ثم رجع إلى غنيمته، فكان أحب ما يحب هو الغنم، غنيمة له يحبها، كما أن الإنسان في دنياه، ومنهم من يحب تجارته ومن يحب وظيفته ومن يحب منصبه ومن يحب أعمال يحبها الإنسان ويهتم بها. فهذا الصحابي كان يهتم بغنيمة له. فقال كنا 12 رجلا، بمعنى 12 رجل يرعون الغنم، فكل له قطع من الغنم غنيمة له، لكن يلتقون كأصحاب. فقالوا لنتفق أن كل يوم يذهب واحد منا فيأخذ الخبر فيأخذ الوحي وما يتنزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي. فالتناوب، تأملوا في ثقافة هؤلاء العرب كيف كانت واسعة، كيف كانت ثقافة، يعني ثقافة قد لا تعطى هذه الثقافة ولا توصف هذه الثقافة برجل مثقف في عصرنا هذا. تفكيرهم، هذا الرجل الأمي العربي ثقافته يعني قد توازي الشخص الآن عنده الدكتوراة في ميدان من ميادين. عربي أمي يرعى الغنم، هكذا تفكير
جلسوا قالوا هذا نبينا هذا رسول الله قد جاء وسكن المدينة يتنزل عليه الوحي لنتفق ماذا نعمل عندنا خدمة عمل نرعى الغنم ماذا نعمل ماذا نفعل إذن فننيب كل يوم واحد يذهب فيأتي بما يتنزل عليه غدا كذلك بعد غد كذا 12 يوما فنكون نكفي هذا الأمر فهكذا لكن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كنت أحب غنمي ولا أحب أن أتركها لأحد لا أستطيع أن أتركها لأحد فقلت أنا أكفيكم غنمكم كل واحد يذهب كل يوم يذهب واحد منكم ولكن أنا أجلس مع غنيمتي لكن مع الأيام فوبخ نفسه وانتقد نفسه ماذا أفعل لهذه الدرجة الناس تستفيد وأنا ألازم غنيمتي فتركها ورفضها ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلازمه لازم النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه وكان من أهل الصفة أهل الصفة هو بيوت بالمسجد بيوت بالمسجد كان فيه الفقراء والمساكين لتعلموا كذلك أن المسجد ليس الهدف منه الصلاة أننا نصلي الركوع والسجود وكذا ونحافظ عليه بالنقاء والنظافة وكذا لا لا الناس كانوا يبيتون في المسجد الصحابة كانوا يبيتون في المسجد يأكلون في المسجد أهل الصفة في المسجد فقراء المسلمين ولكن أن يعطي شيئا هذا المسجد أن يكون الرجال أن يعلم الأخلاق أن يزكي النفوس أن يطهر القلوب أن يخرج الأجيال لتستفيد منهم الأمة أما النظافة والنقاء وكذا ثم إغلق المسجد فهذا ما هو دور المسجد دور المسجد هو ذكر الله عز وجل وليس للصلاة فقط هكذا كان الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة جاءهم وعقبة بن عامر هو الذي يروي لنا هذا الحديث قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يأتي كل يوم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم كل يوم يحصل على ناقتين جملين ناقتين من غير إثم ولا قطع رحم سمنات وقويات فقالوا الصحابة الصفة منهم عقبة بن عامر وما ومن منا لا يحب ذلك يا رسول الله كنا نبغي ونحصل على المال من غير إثم ولا قطع رحم قال فيأتي أحدكم إلى العقيق أو لبطحان المسجد فيعلم آيتين آية أو آيتين خير له من ناقتين فيعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث ناقات فيعلم ويتعلم أربع آيات وهكذا على ماذا يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على يحث الاستزادة من الخير وتعلم القرآن الكريم أول شيء كان يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الدين على تعلم العلم على تعلم القرآن أجيالنا الثقافة كينا ولكن تسألوا أحد كم تحفظوا من القرآن الكريم قد لا يحفظوا سورة كاملة مصيبة شواهد تخرج مزيان علم مزيان العلوم الكونية مزيانة جميلة شيء جميل ولكن ماذا حفظت من القرآن الكريم كم المرة وأنت تختم القرآن الكريم من غير رمضان ما علاقتك بالقرآن الكريم مشكل مشكل الأمة مع الدين مع كتاب الله عز وجل فكأننا حصرنا الدين هو غير في الصلاة ومنهم من لا يصلي ومنهم من لا يصلي وأكثر الناس لا يصلي نسأل الله السلامة والهداية هذا الصحابي يعرف كذلك أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه إذا ركب دابة ناقة أو بغلة أو حمارا أو يركب النبي صلى الله عليه وسلم فيردف وراءه من يكون معه كابن عباس وهذا الصحابي عقبة بن عامر كان يردفه النبي صلى الله عليه وسلم يركبه أي يركب خلفه هذا الصحابي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تواضع من النبي العظيم الرجل العظيم قائد الأمة صلى الله عليه وسلم وكان يسأل هذا عقبة بن عامر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث
عن عقبة بن عامر قال: من نجات يا رسول الله؟ من نجات يا رسول الله؟ أي كيف أنجو من 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 عذاب الله، من النار يوم القيامة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. في ثلاث: أمسك عليك لسانك لا تطلقه، هذا هو النجاة، وليسعك بيتك إلا للضرورة، وابكي على خطيئتك إن كانت لك معصية أو خطيئة. هذا الصحابي كان عالما شهيرا كبيرا، من رعي الغنم إلى القمة في العلم، الإرادة، العزم، محبة في الدين. وهذا هذا نطرح السؤال على أنفسنا: الإنسان يعيش في الإسلام مدة من الزمان، عمر 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ولا يحفظ دعاء واحد، ولا يحفظ دعاء واحدا. مشكلة. هذا يدل على أننا لا نهتم بديننا. هذا يرعى الغنم، لا ثقافة بمفهومها، بالمفهوم العصري، ولا قراءة يقرأ ويكتب، وإنما مجرد ما ترك الغنم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتعلم، وصار عالما كبيرا، عالما شاعرا فصيحا قارئا فرضيا. العلوم التي حصلها يشهد له قصودا، يشهد له الصحابة. وكان ومن أحد الذين جمعوا القرآن، كتب جمع القرآن، ومن الذين خطوا وكتبوا بأيديهم المصحف الشريف كاملا. والمصحف كان موجودا في مصر، ويقال أنه ما زال إلى الآن موجود هذا المصحف الشريف، كتبه بيده هذا الصحابي عقبة بن عامر، من رعي الغنم إلى القمة في كثير من العلوم، في كثير من العلوم. والإنسان تجده يدرس ويدرس ويدرس ولا يحصل علما واحدا، لأن ليس هناك اهتمام، وليس هناك رغبة، وليس هناك هو حب في هذا العلم. وكان شجاعا، ومن الرماة المرموقين والمعدودين في الصحابة، من الرماة يعني إذا رمى صوب رميته لا تخطئ، إذا رمى. هذا الصحابي عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وكان يأخذ بزمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفانى في خدمة الناس. وهذا من باب كبير في تعلم العلم، وهو التواضع للشيخ، تواضع العالم، تواضع لمن تتعلم على يديه، تتواضع لأستاذك، لمعلمك. وأنت إذا تواضعت قد تأخذ شيئا كبيرا بتواضعك هذا، لأن الله يبارك في دراستك وتعلمك. وكان قارئا من مشاهير الكبار القراء، وكان حسن الصوت. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قرأ عليه عقبة بن عامر القرآن يبكي، كان حسن الصوت رضي الله تعالى عنه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعده، شهد غزوة أحد وما بعده، المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في خلافة أبي بكر الصديق كان معه، ثم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كذلك كان معه، ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وهو الذي فتح وساهم في فتح دمشق الشام. فلما فتح بنى بها دارا له، وأبو عبيدة بن الجراح هو الذي أرسله إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ليبشره بفتح الشام دمشق. وركب على فرسه، جاء من دمشق إلى المدينة المنورة، خرج في يوم الجمعة
ودخل المدينة المنورة يوم الجمعة ثمانية أيام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبشر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بفتح الشام دمشق. ثم فتح كذلك مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وولاه عليها معاوية، ولاه عليها أمير ووالي على مصر، كان يحكم مصر. فحكم مصر 3 سنوات، هذا عقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. كان يحكم ويرعى الغنم، فإذا به يرعى البشر، وقد نجح في مهمته من رعي الغنم إلى رعي الأمم رضوان الله تعالى عليهم. ما هؤلاء الرجال؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال عقولهم كانت ناضجة قوية، فأفكارهم هادفة، تخطيطهم إسلامي، يفكرون في مصالح الأمة، وعملهم كان من أجل إرضاء الله عز وجل. وهو أول من نشر رايات على السفن، وهذه خذوها، أول من نشر رايات، السفن كانت بلا رايات، وأول من اخترع ونشر رايات على السفن، أنها السفينة يعلق عليها الراية، هو هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما جاءه الأجل، جاءه الأجل فجمع أبناءه. وحينما يحتضر الإنسان عليه أن يوصي، والوصية ينبغي أن تكون كل ليلة، ولكن هناك الوصايا الهامة المهمة ما تتعلق بالحقوق الغير وغيرها، فوجب أن تكون، وإلا يكون الإنسان آثما. كذلك هناك الوصايا عند الاحتضار، يجمع أولاده فيوصيهم، لا يوصيهم على الدنيا لأن الدنيا مضمونة، الرزق مضمون، ولكن يوصيهم على الدين. هكذا كان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فجمعهم فقال: يا أبنائي أوصيكم بثلاث. أولا، لا تقبلوا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، هذه أولى، خذوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا الحديث ولكن لا تأخذوا إلا من ثقة. ثانيا، إياكم والدين، ولو أن تلبسوا العباءة، إياكم والدين، الدين تجنبوه، لأن الدين مذلة ومهانة، ويحبط عمل الإنسان إن مات على ذلك، بل يكون الإنسان معلقا بين السماء والأرض، روحه وعمله، فلا يدخل الجنة إلا بعد قضاء الدين عنه. فأوصى أولاده أن يتركوا الدين. ثم قالوا: إياكم الشعر، إياكم الشعر. حينما نهاهم عن الشعر، لماذا؟ الشعر المباح الجائز جائز، ولكن التعمق والاهتمام بالشعر حتى يصير كأنه قرآن فيلهك عن كتاب الله عز وجل، عن قراءة القرآن. فمن يوصي أبناءه: إياكم الهاتف، إياكم وهذه الوسائل الآن في عصرنا هذا، فيحذر أبناءه من الملاهي، من المشاغل، بل ويحذر نفسه الإنسان من هذه الملاهي، فيعمل ويلزم نفسه ما يفيد، ما يفيده من طاعة الله، من ذكر الله، من قراءة القرآن، من ترك بصمات في هذا الكون وفي هذه الأرض. إننا راحلون لا محالة، راحلون. هذا عقبة بن عامر رعى الغنم راحل، ورعى الأمم راحل، ولكن الفرق بين الأول والثاني، فلو كان يرعى الغنم وبقي على غنمه، هل سنذكره في هذه الساعة؟ لو كان يرعى الغنم وبقى مع غنمه وهكذا مات، ماتت
غنيماته ومات ما يملك ولا يذكر بعد ذلك، يكون نكرة، نكرة غير معروف. ولكن لما اتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم واتصل بالدين وألزم نفسه بالدين وخدم الدين فصار عالما معرفا، صار معرفة يعرفه المسلمون ويترضون عنه رضي الله عنه. وأنت ما تملكه إما أن تصير نكرة فيما بعد وإما أن تصير معرفة، كل واحد يحكم على نفسه واش غادي تكون بعد موتك معرفة ولا تكون نكرة، واش غادي ترحموا عليك الناس رحمه الله فعل، رحمه الله بنى، رحمه الله قال، رحمه الله كذا، أو نكرة الجيل الأول ينساك مسكين ما عنده وما ترك شيئا. عجيب، عندك مال فلوس كن معرفة، اترك أثر في, في, في الكون، غادي تموت تموت وما تأخذ معك شيئا، تهنى والله لن تأخذ معك شيئا، ما تأخذ لا مال لا فلوس ولا عندك العلم، اعمل اترك شيئا تذكر به، علم الناس فتستطيع أن تفعل شيئا لتذكر به، ونكتب ما قدموا وآثارهم يترحم عليك رحمه الله والأجر